الرئيس السيسي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي ويؤكد الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع فرنسا. مجلس الوزراء يوافق على برنامج الحوافز المقترحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. مصر ترحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب، والدبيبة يؤكد التزامه بالعمل على إتمام الانتخابات في موعدها. مشاهدينا الكرام، هي الرابعة عصرا هنا في القاهرة، نشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع فرنسا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لبرنار إيميي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي على المستوى الأمني والعسكري، وتم تبادل وجهات النظر واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية في إطار تعاون أمني واستخباراتي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة انتشار الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على المستويين الإقليمي والدولي. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على برنامج الحوافز المقترحة، والتي ستمنح للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص، وأن يكون لهم الأولوية في الحصول على التطعيم إيمانا بدورهم المهم والمحوري في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالفيروس. من جانبها عرضت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت اهتمام الحكومة بتطعيم العاملين في القطاع الطبي بوجه عام. على صعيد آخر، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات المختلفة. من ناحية أخرى، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون ما بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مع جامعة جنوب الوادي لإنشاء مركز متكامل لعلاج مرضى الإدمان بالمجان بجامعة جنوب الوادي لخدمة أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة. ويتضمن البروتوكول إنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان تحت مسمى مركز العزيمة، من خلال تخصيص أحد المباني غير المستغلة بحرم الجامعة، وأن يجهز ويؤسس ويخدم المركز 6000 مريض إدمان سنويا بقنا والأقصر. ومتابعة أكثر لنشاط مجلس الوزراء اليوم بينضم إليه زميلي أحمد أبو الحسن من مقر المجلس. أحمد، تحياتي. أجملنا ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء، هل لك أن تعطينا المزيد من التفاصيل عن ما تم اليوم؟ تفضل. تحياتي لك زميلتي. بالفعل كانت هناك ملفات عدة على طاولة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. هناك الموافقة على العديد من القرارات، أهم القرارات التي تمت الموافقة عليها اليوم من مجلس الوزراء والمقترح الخاص بالحوافز المقدمة للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. هناك موافقة من مجلس الوزراء على هذا المقترح الخاص بالحوافز، والذي يشمل سواء اقتناء وحدات سكنية أو بدل انتقالات. هناك تأكيد من مجلس الوزراء بأن هناك مشروع يقام في مدينة بدر وتصل نسبة الإنجاز فيه إلى 95%. هذا المشروع خاص بالعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة لوحدات سكنية. المرحلة الأولى تشمل 376 عمارة. هناك والمرحلة الثانية تقوم ب تشمل كافة العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. هناك
طرح بدائل للموظف، سواء هو هذه البدائل اختيارية، سواء كان الموظف الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية، هناك تيسيرات مقدمة من الحكومة بشكل كبير للحصول على هذه الوحدة، وإذا لم يرغب العامل في الحصول على هذه الوحدة السكنية هناك أيضا بدائل أخرى، وهو الحصول على بدل انتقالات حتى يتم الوصول إلى عمله بشكل ميسر. هناك أيضا تخفيض بنسبة 50% على للعاملين أيضا المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة على المدينة الرياضية التي تشمل العديد من الألعاب الرياضية وغيرها، تسهيلا على المواطنين. كما شاهد أيضا على جانب آخر السيد رئيس الوزراء بروتوكولات، عدد من بروتوكولات التعاون، أو الأول يقضي بإنشاء مركز لعلاج الإدمان والمخدرات في جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، وجاء هذا البروتوكول تلبية لرغبة المواطنين والاتصالات الهاتفية التي يعني تلقتها وزارة التضامن الاجتماعي من محافظة قنا ومحافظة سوهاج ومحافظة الأقصر، يعني ضرورة وجود هذا المركز الذي يخدم العديد من البلاد المجاورة لمحافظة قنا. هناك أيضا بروتوكول تعاون شهده رئيس الوزراء لإحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة صنع محلي، السيارات التي مر على صنعها 20 عام فأكثر. هناك أيضا توجيه من السيد رئيس الوزراء بضرورة الإعداد الجيد، كما يعني أشاد بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية بتنفيذ المشروعات بشكل كبير، وخاصة المشروعات القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سوف يتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة. هناك تأكيد من السيد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بكافة الملفات، وعلى رأسها الملف الخاص بالتحول الرقمي الذي يعني تسعى الحكومة لتنفيذه وتطبيقه، كما شدد رئيس الوزراء أيضا على ضرورة اهتمام الوزارات المختلفة بالاهتمام بهذا الملف بشكل كبير، حتى يعني تظهر يعني للعالم مصر بالصورة الحضارية اللائقة بها. أحمد أبو الحسن من مقر مجلس الوزراء، أشكرك شكر جزيل. من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إنشاء المركز المصري للجينوم كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية. أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المشروع يستهدف إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة للأوبئة من خلال تقسيم المرضى وفقا للعوامل الوراثية، بما يساهم في تدخل العلاج والجراحي المبكر عند الحاجة. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتدي مواقع التواصل بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار. أكد رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق خلال لقائه بسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه على عمق العلاقات ما بين البلدين، معربا عن أمله في أن تشهد المزيد من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة، لافتا إلى أهمية دور فرنسا في دعم مصر بمواجهة العديد من القضايا. وفي نهاية اللقاء قام المستشار عبد الرازق بإهداء درع مجلس للسفير الفرنسي تكريما له. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا في إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية سفير أحمد حافظ بأن وزراء الخارجية سوف يناقشون آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قدما بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. رحبت مصر بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب، مثمنة دور المجلس في تحمل مسؤولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا والتحرك قدما نحو استعادة الاستقرار والأمن، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق. وأعرب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة الانتقالية، ودعم الجهود للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقا لخارطة الطريق للحل السياسي بهدف عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية هذا العام وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة.
من ناحية أخرى، منح مجلس النواب الليبي بالأغلبية الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد لدبيبة في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة. وحصلت الحكومة على ثقة 132 عضوا من أعضاء مجلس النواب بعد أن عرضت برنامجها وقدم لدبيبة أسماءها إلى المجلس. وحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح خلال إعلانه نتيجة التصويت رئيس الحكومة على الالتزام بخارطة الطريق وإجراء انتخابات عامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر. ستكون أمام حكومة لدبيبة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية والإعداد للانتخابات. وفي أول تصريحات له عقب نيل لحكومته الثقة، أكد لدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة التزامه بالعمل على إتمام الانتخابات في البلاد وعدم العودة نهائيا لمرحلة الحرب والانقسام. سألتزم بدعم المفوضية العليا للانتخابات وإنجاز الإحقاق الدستوري والقانوني في الانتخابات في موعد المحدد إن شاء الله. لا مركزية للأقاليم وقوة أداء الدولة تكون من خلال آليات حكم فعال وهو الحكم المحلي الفعال. أكرر لكم إن الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة ثانية. كما دعا لدبيبة رئيس الحكومة إلى التوحد والتعاون لتعويض البلاد ما فاتها من فترة انقسام أثرت عليها. أدعوكم مرة أخرى في الالتئام وتعويض مفاتكم. فترة مفاتكم في فترة الانقسام الأمة الليبية لا زالت بحاجة لكم ولحاجة إلى نوابها وكل إمكانياتها. الكثير من الاستحقاقات التي لا زالت تنتظركم، بداية من إقرار الموازنة الموحدة بإذن الله وبإقرار قانون الاستفتاء أولا ووصولا إلى اعتماد قانون فعال للحكم المحلي ومن تم الانتخابات. رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسوامي بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وصفا إياها بالخطوة الهامة والمفصلية في مسيرة استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا. وأكد رئيس البرلمان العربي أن التوافق الذي تم اليوم بشأن منح الثقة لحكومة الوطنية الليبية يعكس وجود إرادة حقيقية وإصرار لدى الأشقاء نحو بناء دولة واحدة قوية تنهي المعاناة التي عاشها الشعب الليبي الشقيق على مدار السنوات الماضية. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن إيران تواصل إمداد الحوثيين في اليمن بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مشددا على أن الأولوية هي وقف إطلاق النار في اليمن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. من جانبه أكد لافروف أن الصراع في اليمن يجب أن ينتهي، وأضاف أن على الأطراف المتناحرة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأكد على ضرورة تسوية القضية الفلسطينية ومواصلة التعاون في أسواق النفط العالمية. بدأ الجيش اللبناني في فتح الطرق والشوارع التي أغلقها المتظاهرون اللبنانيون احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. ونفذت القوات المسلحة اللبنانية عملية انتشار واسعة في نطاق بؤر الاحتجاج ومناطق قطع الطرق الحيوية التي تربط بين المحافظات، وقامت على نحو سريع بإزالة العوائق وبقايا الإطارات المشتعلة، الأمر الذي أعاد السير في معظم تلك الشوارع إلى طبيعته أمام المركبات. وأصدر الجيش بيانا مقتضبا أورد فيه أنه نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حدثت وحفاظا على سلامة المواطنين باشرت وحدات الجيش عملية فتح الطرقات المغلقة. ومتابعة أكثر بينضم إلي الأستاذ أحمد عز الدين المحلل السياسي. تحياتي ليك أستاذ أحمد. تحياتي ليك لكل المشاهدين. عملية فتح الطرق هل بتعتقد أنها تعتبر تحدي أم هي محاولة لتهدئة الأوضاع؟ يعني طبعا خلال الأيام الماضية أو تحديدا يوم الاثنين الماضي كان يوم سمي يوم غضب، أقفلت تقريبا معظم الطرق. هذا قد تسبب في بعض المشاكل وبعض الخلافات السياسية، وكان هناك موقف من رئيس الجمهورية
طلب من القوى الأمنية فتح الطرق يعني بما معناه بالقوة، لكن الجيش رفض يعني مثل هذا الأمر لأنه اعتبر يعني أن وضع الجيش لمواجهة الناس ربما يؤدي إلى انشقاق الجيش أو اهتزاز يعني موقع الجيش. وبالتالي لكن حصلت اتصالات على مختلف الأشهد خصوصا بين القوى السياسية بأن يكون هناك نوع من عدم إقفال كل الطرقات. ومن هنا نلاحظ أن الإقفال بدأ يعني كان أمس واليوم يعني صباحا، ثم يعني يتم فتح الطرقات وتقفل بشكل جزئي، لكن التحركات ستبقى مستمرة. وهناك يبدو حرص من القوى السياسية لأنها ربما خلقت بعض المشاكل خصوصا فيما يتعلق بإقفال طريق الجنوب وكذلك الحادث الأمني الذي حصل في منطقة الشمال والذي عندما وضعوا شاحنة في الطريق أدت إلى مقتل الاثنين. يعني طبق كانت هناك معالجات سياسية لعدم يعني هو تصرف من الممكن أن يراه البعض بلا جدوى ولكنه تعبير عن الغضب. هل بتتوقع سيد أحمد تجدد، لأنه الموضوع لم يحل، لا زال التردي الأوضاع المعيشية على حاله، بل الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم، هل بتتوقع تجدد التواجد في الشارع وأن يكون بشكل أكثر صخبا؟ يعني نعم، تجدد المواجهات في الشارع أو عمليات الإقفال ستبقى مستمرة، ولكن لا يخفى على أحد أن هناك نوع من يعني تراجع الإحساس بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى نتيجة، طالما أن القوى السياسية متفقة فيما بينها على التمسك بهذا النظام. طبعا كان هناك موقف لافت للبطريرك الماروني قبل 10 أيام ربما وقف إلى جانب الشارع، لكن ارتفاع الأسعار وتقلص الدولار يهدد بانفجار ربما لم تستطيع السلطة الحاكمة معه ضغط هذا الأمر. وطبعا هناك مساعي، كان هناك اليوم موقف أيضا سقف عالي السقف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بمناسبة الإسراء والمعراج، ربما حمل فيه على رأس النظام بشكل كبير جدا، وكانت هذه إشارات. هذه أعتقد أنها ستكون في حساب على السلطة بأن الأمور ربما لأن إذا كانت القوى السياسية تتحكم بالشارع بنسبة معينة، لكن عندما تكون القوى الدينية أو المرجعيات الدينية تتخذ موقف هي تستطيع أن تؤثر أكثر، وربما تستطيع أن تعرض السلطة السياسية من روابطها مع الشارع. يعني أعتقد أن موضوع الحكومة هو الأساس يعني. وكان هناك موقف لافت أمس من لقاء الرئيس المكلف مع وزير خارجية روسيا الذي ربما أيضا أشار إلى رفض إقليمي، رفض إيران ورفض روسيا بأن يكون هناك ثلث معسكر في الحكومة، وهو ما كان يطالب به رئيس الجمهورية. وربما يعني هذه الأمور الوضع الإقليمي يدفع نعم في النهاية الأوضاع لن تتحسن في القريب العاجل طالما المواقف السياسية باقية على حالها أيا كانت التصريحات الخارجية. أشكرك شكر جزيل سيد أحمد عز الدين من بيروت المحلل السياسي. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن شباب سوريا تكبدوا خسائر شخصية فادحة خلال الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات، ولا يزال يقع على عاتقهم مهمة إعادة بناء وطن ممزق. ويتزامن هذا التقرير مع الذكرى 10 لبدء الاحتجاجات في سوريا التي تحولت لحرب أهلية واسعة النطاق. لا يزال شباب سوريا يدفعون ثمنا باهظا ويتكبدون خسائر فادحة خلال الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات، ويقع على عاتقهم مهمة إعادة بناء وطنهم الممزق. فقد سلط مسح جديد للجنة الدولية للصليب الأحمر شمل 1400 سوري يعيشون في سوريا أو في لبنان وألمانيا، سلط الضوء على الثمن الذي دفعه شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما خلال الحرب التي حصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين وألحقت الدمار والخراب بالمدارس والمستشفيات.
One of the shocking results of this survey. إحدى النتائج الصادمة لهذا المسح أننا اكتشفنا أن 50% من السوريين فقدوا إما أصدقاء أو أحد أفراد عائلاتهم. واحد من بين كل 6 سوريين فقد أحد والديه أو تعرض أحدهما لإصابة، كما أن إعادة بناء البلد ستقع على عاتقهم، وهذا أمر غير عادل تماما. Had one of the parents. كما أظهر تقرير الصليب الأحمر أن ما يقرب من نصف الشباب السوري فقدوا دخلهم بسبب الصراع، مضيفا أن نحو 8 من كل 10 يواجهون صعوبات من أجل توفير الطعام والضروريات الأخرى. الصليب الأحمر أعلن تعرض النساء على وجه الخصوص لضربة اقتصادية شديدة، حيث أفاد أن نحو 30% من سوريا بعدم وجود دخل على الإطلاق لإعانة أسرهم. ويتزامن التقرير مع الذكرى 10 لبدء الاحتجاجات في سوريا والتي تحولت إلى حرب أهلية واسعة النطاق. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه جرى اعتقال الشيخ صبري من منزله في حي صوانة شرق القدس، وذلك قبل إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، حيث من المقرر إقامة احتفال بهذه المناسبة عند صلاة الظهر في الأقصى. كان الشيخ صبري قد تعرض خلال الفترة الأخيرة للاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن الأقصى عدة مرات. أكد الأمين العام للجامعة العربية التزام الجامعة الكامل بمواصلة دعمها للدولة الصومالية ومساندة كل ما يعزز من أمنها واستقرارها ويمكنها من مواجهة التهديد الإرهابي لجماعة الشباب ويدفع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية للسيد حسن معلم خليف وزير الدولة الصومالي لشؤون الرئاسة والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 2%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6%. وذكرت المنظمة أنه تم الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن أكثر من 2.7 مليون إصابة جديدة، موضحا أنه على الصعيد العالمي انخفض عدد الحالات الجديدة إلى حوالي نصف الدول، وتم تسجيل ارتفاع في النصف الآخر. وأوضحت المنظمة أن الزيادة في الإصابات خلال الأسبوع الماضي كانت ملحوظة بشكل خاص في إفريقيا بنسبة 10%. كان فيروس كورونا قد أودى بحياة 2,622,000 حالة حول العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من 118 مليون حالة. سجلت البرازيل عددا قياسيا من الوفيات اليومية بالفيروس من دون أن تظهر أي بوادر لتباطؤ الانتشار لهذه الجائحة في البلاد. حصيلة الوفيات في البرازيل تجاوزت 268,000 حالة، والإصابات تجاوزت 11 مليون حالة. أعادت بعض الدول فرض القيود الاحترازية وتدابير العزل لكبح انتشار فيروس كورونا ومواجهة الموجة الثانية من الوباء، وذلك بعد تجاوز مؤشر ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم 2,622,000 شخص، وبلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من 118 مليون حالة. فقد سجلت البرازيل عددا قياسيا من الوفيات اليومية بفيروس كورونا دون أن تظهر أي بوادر لتباطؤ انتشار الجائحة في البلاد، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 268,000 حالة عقب تسجيل 1,972 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. كما سجلت السلطات الصحية البرازيلية 70,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 11 مليون حالة. وتعد البرازيل أعلى ثاني دول العالم بعد الولايات المتحدة من حيث أعداد الوفيات، تليها الهند والمكسيك والمملكة المتحدة. وتعاني البرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة من وضع مأساوي، حيث أقسام العناية المركزة مشغولة بنسبة 80% في 25 من عواصم الولايات 27. وفي مارس حض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم البرازيل على اعتماد إجراءات قوية لمكافحة الجائحة.
إذا لم تتخذ البرازيل الوضع على محمل الجد، سيؤثر ذلك على كل جيرانها وأبعد من ذلك. الأمر لا يتعلق فقط بالبرازيل بل بكل أمريكا اللاتينية. وتتقدم حملة التطعيم ببطء مع تلقي 8.6 ملايين شخص، أي 4.1% من السكان، الجرعة الأولى من اللقاح، فيما نال 2.9 مليون الجرعة الثانية أيضا. أما اليابان فهي تتوقع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو لألف حالة خلال مايو المقبل بعد رفع حالة الطوارئ المفروضة حاليا، ما قد يدفع السلطات لإعادة فرضها. جاء ذلك بناء على تقديرات لجامعة طوكيو تعتمد على افتراض تجمع الأفراد بشكل متكرر للاحتفال بالربيع أو مشاهدة أزهار الكرز وإقامة حفلات الوداع والترحيب في بداية عام العمل الجديد والذي يبدأ في إبريل. ومن المقرر انتهاء حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة الفيروس وتغطي منطقة العاصمة طوكيو أن ينتهي في 21 من مارس الجاري، إلا أن الدراسة اليابانية توصي بتخفيف القيود تدريجيا لتجنب خطر تفشي المرض مرة أخرى. يصوت اليوم الكونغرس الأمريكي على خطة المساعدة التي وضعها الرئيس الأمريكي بايدن بقيمة 19 مليار دولار، وفي محاولة لإنهاء الانعاش الاقتصاد الأمريكي جراء تداعيات فيروس كورونا. كان بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة بحاجة ملحة لهذه الخطة للخروج من الأزمة والتي سببتها كورونا، واعدا بتوقيع خطة الإنقاذ الأمريكي فور تبنيها للكونغرس. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن أكثر من 2200 جندي من قوات الحرس الوطنية سيظلون في واشنطن لمدة لا تقل عن 10 أسابيع إضافية لمساعدة الوكالة الفيدرالية في حماية الكابيتول والمشرعين. وأضافت الوزارة أن هذا يأتي امتدادا لحالة الانتشار الأمني والتي بدأت في 6 يناير الماضي عندما وقعت هجمات من جانب مؤيدي الرئيس ترامب. قال وزير الدفاع لويد أوستن إن هذه القوات ستبقى في المنطقة حتى 23 مايو المقبل بناء على طلب من شرطة الكابيتول بعد أن كان من المقرر أن تنتهي عملها في الجمعة القادمة. أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تراجع القرار الذي اتخذته إدارة سلفه ترامب خلال أيامها الأخيرة بتصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن التغيير في السياسة تجاه كوبا ليست من بين أولويات الرئيس بايدن حاليا، وأكدت أنه من المقرر أن يحكم سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا مبدئين، ألا وهما أن ترتكز صميم الجهود على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال تمكين الشعب الكوبي من تحديد مستقبله، وأن يمثل الأمريكيون لا سيما الكوبيون الأمريكيون أفضل سفراء للحرية والازدهار في كوبا. اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن خططا شاملة لتشكيل حكومة مؤقتة تتقاسم فيها حركة طالبان والقادة الأفغان السلطة في البلاد، وتكثيف مشاركة دول الجوار في عملية السلام الجارية هناك بما في ذلك إيران. وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الأفغاني أشرف غني في رسالة وجهها إليه من الانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان ما زال قيد الدراسة ويمكن أن يؤدي لمكاسب إقليمية سريعة. يأتي هذا المقترح في ظل مخاوف من انهيار محادثات السلام الأفغانية والانسحاب المحتمل لجميع القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من مايو القادم. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد فاصل. قوات الجيش والشرطة في ميانمار تشن حملة موسعة لاعتقال المضربين عن العمل. الوقفة القادمة مع أخبار الاقتصاد وزميلي حسام الدين عاطف. لك حسام. أشكرك شيرين، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الباقة الاقتصادية أهم ما فيها. رئيس الوزراء يشهد توقيع البروتوكول المنظم للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز الطبيعي. أهلا بكم من جديد. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع البروتوكول المنظم للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقدمة سواء الملاكي أو التاكسي أو الميكروباص والتي مضى على صنعها 20 عاما فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليا
كما أنها تعمل بالغاز الطبيعي. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه المبادرة تساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بالإضافة إلى فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المتقدمة والتي تكلفهم كثيرا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين والعمل بالطاقة النظيفة. أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي. كذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020-21. كما لفتت السعيد لأنه على الرغم من تحديات أزمة كوفيد-19 أو كورونا المستجد خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط، كما حافظت القناة على مستوى إيراداتها. وعلى صعيد آخر، أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي. وثبتت فيتش التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية. وتوقعت فيتش أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% مع نهاية السنة المالية في يونيو 2021. أصدرت وزارة المالية قرارا بعدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، والاعتداد فقط بالفواتير في منظومة الفواتير الإلكترونية في رد ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول يناير المقبل. وأوضحت الوزارة أنه تم استثناء الفواتير السابق صدورها على من الشركات أو المنشآت التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير الماضي عند مستواه خلال شهر فبراير 2020 دون تغيير، ليسجل 4.9%. وفي المقابل ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضي بنحو 1% ليبلغ 110.3 نقطة، وذلك مقارنة مع شهر يناير السابق عليه. وذكر الإحصاء في بيان أسعار المستهلكين أن أسعار الطعام والشراب لم تتغير خلال شهر فبراير الماضي، واستقرت عند مستواها السابق في شهر يناير لتسجل 97.7 نقطة. أما على أساس سنوي فقد تراجعت بنحو 1% مقارنة مع شهر يناير من العام الماضي. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اختيار القاهرة كأفضل وجهة للسفر في إفريقيا وفقا لتصنيف السفر الصادر عن وكالة يو اس نيوز في شهر مارس الحالي. وأوضح الرسم التوضيحي لمركز المعلومات أن التصنيف اختار القاهرة القبطية والقاهرة الإسلامية بالإضافة إلى أهرامات الجيزة كأفضل أماكن الزيارات بالقاهرة، كما لفت النظر إلى أن أفضل الأوقات لزيارة القاهرة خلال شهر مارس وإبريل وأكتوبر ونوفمبر. وتعتمد منهجية التصنيف على آراء الخبراء بالإضافة إلى تجارب الأفراد فيما يتعلق بوجهات السفر المختلفة، ما يجعل النتائج غير متحيزة.
ننتقل إلى البورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها بشكل جماعي في نهاية تعاملات الأربعاء تحت ضغط من عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين المصريين والعرب، قابلتها مشتريات للمستثمرين الأجانب. وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 687.1 مليار جنيه بعد تداولة كلية بلغت ب 16.6 مليار جنيه تضمنت صفقة نقل للملكية بنحو 10.6 مليار جنيه. وتراجع المؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 بنسبة 9.1%. أكدت وزارة السياحة التونسية إن وكالة السفر والسياحة بتونس تولي اهتماما كبيرا بالسوق السياحية المصري، وأن وزارة السياحة التونسية تشجع هذا الخصوص الشراكة الفاعلة بين مؤسسات القطاع السياحي الخاص بتونس ونظيراتها في مصر. وأضافت وزارة السياحة التونسية أنها تعتزم عقد الدورة الثالثة للجنة القطاعية المشتركة في المجال السياحي بين مصر وتونس خلال العام الحالي لإيجاد حلول عملية لتجاوز الإشكاليات المتصلة بتسهيل حركة السائحين بين البلدين، بالإضافة إلى وضع برنامج مشترك للترويج للسياحة التونسية والمصرية في الأسواق الآسيوية. أعلنت بيانات رسمية صادرة عن وكالة ستاتسا للإحصاءات في جنوب إفريقيا أن النشاط الاقتصادي للبلاد سجل أول انكماش سنوي له منذ 11 عاما في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك على الرغم من الانتعاش الذي شهده في الربع الأخير من نفس العام. ووفقا لستاتسا فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في عام 2020 بعد نمو بطيء بلغ 2% في العام السابق، ويعد هذا الانكماش السنوي هو الأول من نوعه منذ عام 2009. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التراجع في النشاط الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى خدمات المطاعم والفنادق بجنوب إفريقيا. ومشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت وقفتنا الاقتصادية. عودة للزميلة شيرين القشيري. تفضل شيرين. حسام أشكرك. أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان كان سيندد بالاستيلاء على السلطة في ميانمار ويدعو الجيش للتحلي بضبط النفس. يأتي هذا فيما شن المئات من الجنود ورجال الشرطة في ميانمار حملة موسعة على محطة لسكك الحديد في مدينة يانغون لمحاولة القبض على العمال المضربين عن العمل احتجاجا على الاستيلاء على السلطة. بهدف تضييق الخناق على معارض الاستيلاء على السلطة، أطلقت شرطة مكافحة الشغب في داوي بميانمار الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري، مما أجبرهم على التفرق والاختباء. كما وردت أنباء عن استخدام الشرطة الرصاص المطاطي دون تأكيد وقوع إصابات. وذكرت مصادر إعلام محلية أنه تم اعتقال أحد قادة الاحتجاجات في المدينة الواقعة جنوب البلاد، وهو عضو في الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونغ سان سوتشي. وأصبحت داوي الواقعة في منطقة تانين ثاري نقطة ساخنة للاحتجاجات المناهضة للاستيلاء على السلطة، وشهدت نتيجة لذلك حملات قمع مكثفة من جانب الشرطة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. وفي يانغون شن المئات من الجنود ورجال الشرطة حملة موسعة على محطة للسكك الحديدية لمحاولة القبض على العمال المضربين عن العمل احتجاجا على الاستيلاء على السلطة الذي شهدته البلاد الشهر الماضي. وشارك في الإضراب 800 من عمال السكة الحديدية، وكانوا يرددون هتافات متعددة أبرزها نحن متحدون. ويشارك الآلاف من العاملين في الحكومة في جميع أنحاء البلاد في حركة عصيان مدنية تهدف إلى خنق مؤسسات الدولة وشل الاقتصاد. وأدت هذه الحركة إلى تعطل المستشفيات وإغلاق البنوك وفراغ مكاتب الوزارات. وفي ماندلاي تظاهر عدد من الطلاب ضد الاستيلاء على السلطة وتفرقوا عند مداهمة الشرطة لهم. ولدى انسحابهم استخدم بعض المتظاهرين طفايات الحريق لعمل حاجز من البخار وإخفائهم عن الأنظار، بالإضافة إلى المتاريس لتوفير قدر من الحماية. ونصب المتظاهرون حواجز خرسانية على الطريق لإبطاء أي اندفاع من قبل الشرطة والجنود. وتشهد ميانمار احتجاجات وأعمال عصيان مدني أخرى منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير، والذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي وهي تستعد لبدء ولايتها الثانية، مما قوض سنوات من تقدم البلاد البطيء نحو الديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد 5 عقود من الحكم العسكري.
ارتفع عدد قتلى 4 انفجارات هزت معسكرات الجيش في غينيا الاستوائية والمناطق المحيطة إلى 105 من القتلى عقب اكتشاف 7 جثث أخرى. وذكر التلفزيون الرسمي بأن عدد المصابين وصل إلى 615 شخصا في التفجيرات التي وقعت الأحد الماضي في مخيم ناكوانتوما. وكانت وزارة الدفاع قد أفادت أن سلسلة من الانفجارات ضربت معسكرا للجيش في غينيا الاستوائية ما أدى إلى مسرع 98 وإصابة 615. أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقا على إجراءات هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات بحق شبكة التواصل الاجتماعي تويتر ضرورة الامتثال للقوانين الروسية. أوضح بيسكوف أن المواطنين الروس يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول لجميع موارد الإنترنت في العالم، لافتا إلى أن وظيفة الرقابة هي التأكد من أن هذه الموارد تعمل في المجال القانوني الروسي وتمتثل القوانين والمتطلبات القانونية للإدارات والهيئات الحكومية الروسية. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في جزر هاواي سلسلة تحذيرات من فيضانات جديدة في الوقت الذي اجتاحت فيه المياه عددا كبيرا من المنازل، وطلبت السلطات إجلاء السكان من منازلهم والتوجه إلى أماكن أكثر ارتفاعا، في حين طلب حاكم هاواي بإعلان الجزيرة منطقة طوارئ بعد هطول الأمطار الغزيرة عليها ليتمكن من الحصول على الموارد الفيدرالية اللازمة لمساعدة المتضررين في موجة الطقس السيء والتي من المتوقع أن تتواصل حتى الجمعة القادمة. وهذه البانوراما مستمرة وفيها بعد فاصل. أمينة هي سيدة سورية تعمل كميكانيكي لدرجات نارية بعد وفاة زوجها لمواجهة أعباء الحياة. وأخبار الرياضة دائما هي ختام النشرات مع زميلي حسام الدين عاطف. إليك حسام، أشكرك على هذه الوقفة. اضطرت سيدة سورية للعمل في مجال تصليح الدرجات النارية بعد وفاة زوجها من أجل إعالة أسرتها وأطفالها الأربعة. رحلة شقاء، ذلك هو توصيف العشر سنوات التي قضتها أمينة، تلك السيدة السورية خلال الحرب الأهلية التي ضربت البلاد. وعلى مدار العقد الماضي كافحت أمينة في حياة ملؤها الفقد والصعوبات والضغوط من المجتمع بسبب مجال عملها، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة التي تسبب المزيد من الأعباء لكافة المواطنين. أول أيام المشاكل كانت خوف، يعني كانت حزن أكثر من الخوف، بعدين اتطورت لخوف. هلأ كمان يعني كمان الوضع محزن جدا، مو بس صفا، كان حزين وكان خوف، هلأ صار محزن. يعني الناس كلها تعبانة ومضغوطة من الغلاء، من غلاء المعيشة. وكانت أمينة تقضي ليالي طويلة في الورشة التي أقامتها لتصليح الدراجات النارية، لكنها صمدت للنهاية. وفي عام 2018 كانت تكد في عملها من أجل إعالة أسرتها بعد وفاة زوجها المريض، رغم أنه لم يخطر بباليها الاتجاه للعمل في تلك المهنة، لكنها سرعان ما تعلمت أصولها واستوعبت المهارة اللازمة للعمل في تصليح الدراجات النارية. وخاطرت أم الأربعة أطفال بالعمل في ظل الظروف الأمنية المتردية التي تحيق بالبلاد. تلك المأساة التي تضرب سوريا منذ 10 سنوات عزلت أمينة عن أسرتها وعائلتها، حيث امتنعت عن الزيارات العائلية. وعندما تتذكر طفولتها تجد أنها كانت أسعد حالا من طفولة أبنائها، وتؤكد أن عملها ألقى بظلاله على حياة أبنائها، حيث يعانون من التنمر بسبب عملها الذي يعرضها هي الأخرى لقسوة المجتمع، رغم أنه مصدر دخلها الوحيد. ورغم ما تعانيه من مشقة جراء عملها، ترى أمينة أن كل امرأة يجب أن تسعى إلى تحقيق أحلامها. كل واحد عنده أفكار هيك، والحمد لله خجل ما في. أنا بالنسبة لي ما عاد في مجال أنه أخجل من حدا، لأنه ما عم بشتغل شي غلط، بالعكس أنا حابة شغلي وحابة طوره وكبره. ومؤخرا أصبح البعض يطلق عليها ألقابا للتدليل مثل أمون وسيدة الدراجات النارية. الختام تذكرة بالعنوان. الرئيس السيسي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي ويؤكد الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع فرنسا. مجلس الوزراء يوافق على برنامج الحوافز المقترحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مصر ترحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب، والدبيبة يؤكد التزامه بالعمل على إتمام الانتخابات في موعدها. هذه النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، في أمان الله.